ما نفرض عين عليه انه يرد السلام ده، لان ربنا تبارك وتعالى قال: واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. وصلة الارحام احبه الخير والايمان لا تتوقف على الزياره بالارجل او بالاجساد، وانما صله الارحام بايصال الخير اليهم تكون. بل حتى الاحجار والاشجار كانت تعرف ان الذي يدب على الارض هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا زلت أذكر حجرا بمكة كان يسلم عليه. لأن قوله عليه الصلاة والسلام: من غش، ما يجوز لك أن تغش لا مسلم ولا غير مسلم، لا كبير ولا صغير، بل ما يجوز لك أن تغش حتى الحيوان. مجالس الطيبين يأتيكم يوميا في الأوقات التالية.